عسلامة ومرحبا بكم، معكم محمد سيود كابيليت فورماسيون تالنت لاب. برشا عبيد في الفيسبوك والانستغرام يبعثوا لنا ويسالوا فينا شنو البروغرام الجديد محمد، شنو هو تالنت الموشن، شنو نربحوا منه، شنو هو الحاجه الجديده اللي جبناها في تالنت لاب. هذاك علاش اليوم حبيت نفسر لكم شنو هو تالنت الموشن. اجيو نشوفوا مع بعضنا السيكل شفيه حاجات اللي انتم باش تربحوها. تالنت الموشن فيه ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى اخترنا لكم 4 فورماسيون أكثر مطلوبين في المارشي، اللي هما الكوميونتي مانجمنت، ديزاينر جرافيك، ديفلوبر وورد بريس، اي جيستيونير دو بروجي. المرحلة الثانية باش تعديو بتيست انتيليجنس ايموشنيل. والمرحلة الثالثة واللي هي أهم في البروغرام تاعنا هو تشالنج. التشالنج هذا أنت باش تحاول كبارتيسيبون باش تلقى سوليوشن أترافير لي سكيلز اللي تعلمتهم في الفورماسيون اللي معنا للستارت اب اللي تو عندهم مشاكل سويت للكورونا. إذا أنت انتربرونور شونور ولا بروفيسيونيل وتحب تقوي في الشانس نتاعك وتعيش التجربه هذه وتتحك اكثر بالاجنس دو ريكروتمون وتنجم توصل يصير لك امبوشمون، ما عليك كان تكونتاكتينا على الباج فيسبوك تالنت لاب، انستغرام، والا على ليفيرمون تالنت الموشن. مرحبا بكم.